نقص المقصود الحق. احنا اليوم محتاجين نفس مستوى الثقافه، محتاجين له وهي اعاده صياغه منظور ثقافي مجمع عالمي في المدينه. اما المساله ديال البرنامج عندنا سيف من جهاز سيف منه كان يمكن يكون هو مركب ثقافي يعني، وهذا اللي كان مركب ثقافي يعني. انا اظن انه يعني باش نحاولوا نطلقوا من جديد الابواب ونضافوا الجهود ديالنا كاملين نحاولوا نسترجعوا هذا، وعلى الاقل الخاطر نزعزعوا هاد الناس باش ما يبقاوش يديو لنا الممتلكات ديالنا صح يعني. هذا اولا بالنسبه للمركب الثقافي فعلا هو ربما يشكو الاخوان المشهور راه كان السيد رئيس مجلس الاداره وكاين العمل التطوعي تعالج من العمل التطوعي، لان دابا كاين الاعمال اللي كيديرها في فلوس الجمعيات ولا المقاولات كتدخل فلوس كيدير حساب ديال الافراد. اذا العمل التطوعي الجماعي كيعيش ازمه ديال الازمه ديال القيام وديال Thank you.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.